ده المكياس. بس هنا ممكن يبقى فيه هنا بقى سؤال لست الوزيره للأسعار. وهو متعلق بالتخطيط. طب انا هنا لماذا لم اضع في الحسبان؟ وكمان هل مطلوب ان اضع في الحسبان لانه لسه في ربما في هيكون في ارتفاع في الاسعار؟ كيف احصن المواطن اللي يعني لا يستطيع ان يواجه هذه الزيادات؟ كيف احصنه اللي هو ما نسميه محدود الدخل. كويس قوي. اللي حصل اكتر من خطوه، خليني اقول لحضرتك. لما ارجع لمنظومه الاسعار بلاقي انه منظومه الاسعار بدات في الانخفاض، على الرغم ان احنا خدنا خطوه اخرى اجراء اصلاحي تاني في 29 يونيو، عملنا ترشيد في جزء اخر من دعم الطاقه في 29 يونيو 2017. فبدات الاسعار النهارده، حضرتك لو هتلاقي النهارده ان معدلات انخفاض الاسعار الشهري وصلت في اخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء 1% على المستوى الشهري. نوفمبر ان شاء الله مستوى العام للاسعار ينخفض الى 20%، والبنك المركزي مستهدف ان هو يصل الى 13% في نهايه العام 17-18. ده حقيقي على ارض الواقع؟ ده على ارض الواقع ولا لا؟ لا ده حقيقي. هقول لحضرتك ان في انخفاض ملموس في الاسعار. لا مش هقول، هو في انخفاض في معدل الزياده في الاسعار، هو ده يعني الاسعار في معدل الزياده. ودي خطوه هقول لحضرتك. احنا النهارده حضرتك بتصلح منظومه، اصلاح المنظومه من جذورها زي كنت بقول كده، انا بدل ما بدي مسكنات انا بصلح المنظومه من جذورها. عشان اصلح المنظومه من جذورها لها تكلفه، التكلفه هتنعكس، طالما كان عندي اختلال يبقى لابد انها تنعكس، وبستورد يبقى لابد انها تنعكس في زياده في الاسعار. طب ايه اللي ممكن يحصل؟ اللي ممكن يحصل خطوتين، خطوه على المدى القصير، اخد خطوات سريعه على المدى القصير، وخطوات على المدى المتوسط والطويل. على المدى المتوسط والطويل ده إصلاح ده بيتم عن طريق زيادة الإنتاج، وهو ما يحدث الآن. زيادة الإنتاج سواء كان في الإنتاج الزراعي أو الإنتاج الصناعي، ده حادث النهاردة وفي خطوات، وده هنبتدي نلمسه شهر بعد شهر. ولكن على المدى السريع كان لازم ناخد خطوات سريعة. خطوات السريعة اللي في إيد أي حكومة هي إيه؟ واحد، إن هي بترفع سعر الفايدة لصغار المدخرين، إن هم يبتدوا يبقى لهم عائد أعلى من المدخرات بتاعتهم، دي خطوة. الحاجة التانية إنها تبتدي تنزل المنتجات بأسعار مناسبة في المنافذ المختلفة، فتقدر تنزلها بأسعار مدعمة، وإنها تنشر المنافذ المتنقلة على محافظات الجمهورية. والحاجة التالتة إنها تقوي جهاز حماية المستهلك، وده حصل في تعديل قانون حماية المستهلك. دول الثلاث خطوات السريعة اللي أي دولة على المدى القصير لازم تاخدهم لما تكون بتصلح اختلال هيكلي. الاختلال الهيكلي اللي كان عندنا مش هيتصلح إلا بزيادة الانتاج، الأسعار لن تنخفض إلا بزيادة معدلات الانتاج، وهو ما يحدث، وحادث بخطة زمنية وبأرقام محددة. طيب عشان مثلا أنا